الناس تعظم الله والناس توحد الله، ونحن والله لا نمل من هذا الكلام، نبلغ هذا التوحيد، ويكفي أن الله يسمعه، ونحن على يقين أن الذي فيه خير يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغائر موجودة في الكتاب، والكبائر موجودة في الكتاب، كل موجود. خدت لك سفة بتلقاه قدام، شربت حاجة تانية بتلقاه برضو، كشفت عينت برضو بتلقاه، لخبطت على النهاية برضو بتلقاه قدام، كله مكتوب والله تلاقي الله. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، قال: نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. تقال آدم عليه السلام مرقوا من الجنة بكم ذنب واحد بس، انت كم سفة خطيتها والله، كم مسلسل تزول بحضره، كم معصية بقع فيها وماشي ساي لافي، ويذكروه يضحك ويمش الواحد، يذكروه كأنه خشبة والله، كأنه الحق ما بخد جوا قلبه، زول تلقى عنده قسوة، نسأل الله العافية، اسمع غنية كربكي لازم شبكته طوالي الفيرويل بتاعه يشتغل والله، يشغل له غنية تلقاه طوالي دموعه كربكة، يا ود بتبكي مالك؟ ويقول لك هبش له حاجات الفنان ده، وهبش له حاجات اي، ويدوا له ايات يعايلك ولك، وديل جو من وين؟ اهل فنان ده جا من وين؟ ما من السودان كلهم؟ ما كلهم بياكلوا كسرة يعني؟ ما السودانيين كلهم لخبطه شنو واللف والدوران شنو؟ معاصي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: واصول المعاصي كبيرها وصغيرها، وأصول المعاصي كبيرها وصغيرها ثلاثة أصول. قال لك المعاصي دي عندها ثلاثة أصول، تفتش نفسك. واحد، قال: التعلق بغير الله، ومنتهاه الشرك بالله سبحانه وتعالى. زول قلبه يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لما نصل درجة يشرك بالله يعتر، بدل يقول يا الله تنجيني، يا الله تكشف عني الكرب، ينادي يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وتلقى يعلق في الحجبات، ده حجاب سكين، وده حجاب عقرب، وده حجاب محبة، وده حجاب شنو ما بعرف رزق، ياخذ كله هوس. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وتلقى ما يرضى في الجماعة ديل، ولك ديل نحن ما بنرضى فيهم، ما بترضى فيهم أصبر قدام يشوف الحاصل، ترضى يسيء لله ويشيل حق الله سبحانه وتعالى، وما بترضى في ناسك. قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. دنوا على الأول. الأمر الثاني والأصل الثاني من أصول المعاصي، قال: كمال القوة الغضبية. الزول يجيه غضب لما نصل درجة، قال: حتى يصل إلى أن يظلم بل ويقتل. يصل درجة من الغضب لما نقتل ذاته، وده من أكبر أنواع المعاصي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، القتل. القتل يقع في هذه المعصية العظيمة وفي هذه الموبقة المهلكة. فلذلك والغضب ده الآن موجود، ويا ريت لو الناس قاعدة تغضب لله تعالى الغضب المضبوط. اغضبوا لأنفسهم واحد، ومرات بالظلم ساير، ومرات اغضب في حاجة تلقاهم شابين يتضاربوا زي الديكة، ده يدي بنية وداك كافته وده واقع بيه جنب البحر، وبعد شوية طاعنه. يا ناس ده سببهم شنو؟
والله يقول لك الناس المتشكلين في بيت، والبيت مشت بلت مشت بيته، والجماعة بتضاربوا يا ناس متشكلين في الله. يتو القتال ده في الله، هذان خصمان اختصموا في ربهم، واحد دافع عن الله واحد أساء إلى الله. لا لا بتشكلوا في شنو؟ والله في بيت الزول لغايته أنا كنت دائرة وجا خاشي كده زي الفيروس جا خاشي، وانت ذاتك ما فيروس، انت كلكم ما ملخبط، كلكم دارين فرمطة، امشوا ياخذوا كل باب ما تضيعوا زمن نساي. والله الذي لا اله غيره تلقاهم متشكلين يتضاربوا وقاعدين سوا ولافين، وانا ما اعرف ذاته الشغلة دي كيف. والله يا اخي في الكوشة الجماعة بداية الكوشة ديلك بعد الصبح لافين هوهو ما جايبهم ديلك، تلقى واحد موضوع طويل. فلذلك انت اعرف الموضوع في قتل، والقتل من أسبابه من أعظم أسبابه الغضب، الغضب ثلاثة من أصول المعاصي. قال وكمال القوة الشهوانية، وعنده شهوة، والشهوة هذه سميت بهذا الاسم لأنها يعني مما يشتهيه الإنسان بغريزته أو بطبعه يشتهي، لكن الشريعة ما حرمت عليك الحلال وإنما حرمت عليك الحرام المهلك. الله أباح لك، حرم عليك الخمر وأباح لك تشرب حاجات تانية، تشرب عصائر وتشرب غيرها. الله حرم عليك إذا بجاي تزني بامرأة أباح لك تزوج أربعة، مش تزوج يا أخي لا ذاته يحيروك ولك لا الزواج بقى صعب، ما صعب ولا إيش، أنت أسأل الله وأمشي. ولك يا أخ ما في قروش، ما أصله ما في قروش، ما في ناس كتار بنعرفهم الزوج ما في قروش، انت يدوك صدرك بس. انت الله قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، انت كيف تتقي الله سبحانه وتعالى؟ ما في قروش، انت أسأل الله مزوج لك، انت مش دي انت ذاتك بتشابه ليه؟ زول تلقاه مفلس يمشي لابد جنب العمارات منتظرة تجي نازلة، هذا إذا شفتها يا هول بعد النجوم ويقعد يبكي بالليل. انت يا هو زي ده، انت ما تشوف لك واحد زيك يا زول، امشي دق الباب ودوك لا عقدوا لك ودوك انت مرتين وكلون سوا ابقوا مارقين. والله شوفوا لكم محل بعد ذاك انا بجيب لكم كسره وطحنيه وابقوا مارقين. ثاني في شنو؟ ذاك تمشي يا اخي تشابه بجاي وتغشها بغادي وتمشي و الى اخره، وتمشي هناك وضاربين بوماسك وضاربين حاجات كثيره وكذب ولف ودوران. والله بيسالكم